دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير توينس الكل، إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير. ومولود اليوم من برج الميزان حي بألف خير. أكتوبر كيف ما حكينا البرج الميزان اللي هو سعيد الحظ، والنص الثاني إن شاء الله نلقاه برج العقرب. وأول أخبارنا البرج الحمل، بداية جديدة، فما اتصالات ناجحة، زيد بداية الأسبوع الداخل عندك بشارة مالية. الثور فما الفلوس، أخبار تخلي نهارك خمسة نجوم. والجوزاء مشاريع تجارية جديدة راهي تنزيد فحيتكم. بداية الأسبوع الجاي مستقبلك يبان، تتحل قدامك أبواب التفوق ونجاح. السرطان فما اتصالات ناجحة، انفراج، فرحة، سعادة بالرغم من مصاعب زمان نتعدي. ونحن الأسد مرحلة مهمة في حياته المهنية، عندك جديد فما زيادة الخير. العذراء فما انفراج، فرحة، سعادة مع بداية الأسبوع الجاي، راهو هو الويكاند مونتيز، لكن أكثرية الأبراج الفلكية باش تتمتعوا تنقولوا بالفيل الزين الأسبوع الداخل. نتعدي ونحن للميزان، تتغير الأحوال وتتنفسوا الحب، علاقة غرام جديدة تنزيد في حياتكم. ونهار اليوم يستقبلوا برج العقرب بضحكة بموجات إيجابية، إن شاء الله زادة توصل وتلقى حلول المسألة مهنية عالقة. القوس حظوظ كبيرة، تزهايمات وتشرق شمس من جديد، راك باش تعيش انتعاش عاطفية. الجدي تتقرب المسافات، الويكاند هذا راهو يوعدك بالسعادة، فما انفراج، فما اتصالات ممتازة. وكان عدلوا انت سعيد الحظ زادة في الويكاند هذي، فما حظوظ كبيرة كيف كيف زادة، فما فترة هذية باش تكون اتصالاتها ولقائتها ممتازة. ونختموا مع حوتنا اللي تتغير الأحوال، ترتفع المعنويات، راك تحقق أهدافك أحلام زمان، راك زادة تتخلص من الأزمات. هوني نحكيو على الفلوس، راهو فما فلوس، فما بشارة مالية بالطريق. دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.